ماذا يحدث لو تناولت 3 بيضات يومياً؟ كان خبراء التغذية سابقاً يعتبرون البيض السبب الرئيسي في ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ولكن الدراسات الأخيرة تشير إلى أن تناول 3 بيضات يومياً يحسن الصحة خلال فترة قصيرة. إن جسم الإنسان يمتص الكالسيوم بصعوبة من دون فيتامين دال، والبيض هو أحد المصادر المهمة المحتوية على هذا الفيتامين، لذلك إذا كنتم لا ترغبون بمراجعة طبيب الأسنان عليكم بتناول البيض. كما أن وجبة الإفطار المحتوية على البيض تعطي الإنسان طاقة تكفيه لمدة لا تقل عن 12 ساعة، لأن المواد الغذائية الموجودة في البيض والأحماض الأمينية تساعد وظائف الجسم المهمة، لذلك يبقى البيض ضرورياً لكل شخص يمارس نمط حياة نشيطة. ويعاني الكثيرون مع حلول الربيع من نقص الفيتامينات. صحيح، يمكن أن نشتري الفيتامينات من الصيدلية، ولكن يمكن تعويض هذا النقص بتناول البيض الذي يحتوي على مجموعة فيتامينات A و D و E و B12 و B6 و B3، وكذلك المعادن والعناصر اللازمة مثل اليود والزنك والبوتاسيوم والمنغنيز والحديد والفسفور. يحتوي البيض أيضاً على مركبين مهمين هما الليسيتين والكولين. هذان المركبان يسرعان من عملية طرد الدهون والكوليسترول من الجسم، إضافة إلى أن البيض منخفض السعرات الحرارية. هذا كما أن صفار البيض غني باللوتين وزياكناستين اللذان يمنعان اعتمام عدسة العين. إضافة لهذا، فإن فيتامين A ضروري جداً للعيون، لأنه من دونه يزداد احتمالية الإصابة بالعمى الليلي مبكراً. أيضاً يحتوي البيض على 6 جرام من البروتين، أي أن تناول 3 بيضات يمكن أن يعوض عن قطعة اللحم. والبروتين كما هو معلوم مهم جداً لنشاط الجسم وفقدان الوزن والتحكم بضغط الدم، وصحة العظام كذلك ترتبط بالبروتين. إن حمض الفوليك الموجود في البيض ينظم الدورة الدموية ويقوي القلب والأوعية الدموية. لكل الأسباب السابقة ينصح الخبراء بتناول 3 بيضات على الأقل يومياً.